حالياً إحنا متواجدين في معرض الإمارات للوظائف، وإحنا في دبي الذكية نقوم حالياً بإجراء مقابلات فورية للشابات والشابات من شباب دولة الإمارات اللي قدموا على الوظائف من خلال تطبيق وظائف دبي. عندك هاتف ذكي؟ حمل تطبيق وظائف دبي ومن خلاله بتشوف كل الشواغر المعروضة في حكومة دبي، ومن ضمنها شواغرنا في دبي الذكية. حمل، قدم، وتعال سوى المقابلة. أنا حملت تطبيق وظائف دبي ومن خلاله شفت الشواغر اللي عرضتها حكومة دبي. من خلالها شفت شاغر في حكومة دبي الذكية اللي هي Information Security Officer، وتوني طالعة من المقابلة، والحمد لله هالمقابلة جرت من خلال هذا المعرض.